ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف مصدر مطلع لموقع سيت أنفو أن الاحتفال بعرس سري بمدينة زاغورا هو الذي تسبب في الرفع من عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأحد الدواوير التابعة لجماعة تانسيفت بزاغورا. وأكد المصدر نفسه أنه مباشرة بعد العرس السري تم اكتشاف بؤرة مهنية داخل أحد المناجم التي توجد بين زاغورا وورزازات والتي سجلت إصابة العشرات من العمال. وأوضح المصدر ذاته أن العرس السري والبؤرة المهنية داخل المنجم تسببت في رفع الحالات بالمنطقة، وهو ما جعل السلطات المحلية تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس. وأكد المصدر أن السلطات المحلية عملت على تشديد المراقبة لمنع تنقلات ساكنة الدوار، كما تم اعتماد التعليم عن بعد بجماعة أقدز خوفا من انتشار الفيروس بين التلاميذ. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.